أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 15 من برنامج 16 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معنا النهاردة مستر محمد الديب واللي هيشرح لنا شابتر 2. أهلا بك يا مستر. أهلا بك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا مستر؟ منورنا. حلقة جديدة والقصة وشابتر 2 شابتر جديد، ويلا بينا مع مستر الديب يقول لنا سجين زندة. اتفضل يا مستر. Good morning my dear students. Today we are going to explain chapter 2 of the prisoner of Zinda. عايزين يا شباب نركز مع بعض كده عشان نفهم الفصل بالراحة ونحاول نستفاد. عايزين الناس يا جماعة كلها تركز معانا عشان إن شاء الله نخرج من الحلقة دي وإحنا فاهمين كويس جدا chapter 2 والأحداث اللي هتحصل فيه. طبعا سنة تالتة عشان أبدأ أشرح chapter 2 لازم أنت تكون في دماغك فاكر إحنا وقفنا فين في آخر حاجة chapter 1 لما رودولف راسندل ترافل تو روتانيا and decided to walk in the forest، قرر يمشي في الغابة hoping to see the king، على أمل إن هو يقابل الملك. عرفنا إزاي إن هو قابل سبت أند فريتز the officers of the king. عرفنا ازاي ان they were surprised when they saw him because he looked exactly like the king، اندهشوا لما شافوه. هم فاكرين ان رودولف راسندل اوفيسر كان ظابط فاكيد هو سوردس مان وجود ات يوزنج سورد، غير الملك اللي هو بيحب ايزي لايف. فرودولف ضحك وقال لهم I like the same، انا بحب نفس الحاجه، we are the same، احنا زي بعض، احنا الاثنين لايك ايزي لايف، بنحب الحياه السهله. وقفنا عليها سنه ثالثه، وقفنا لما رودولف الفابيرت الملك ذا كينج ميت رودولف راسندل. طبعا عرفنا اخر حاجه هي ووز سربرايزد، هو كان مندهش. يلا نكمل مع بعض النهارده نشوف بقى ايه اللي هيحصل. هم دلوقتي يا شباب في الغابه، انت متخيل معايا المنظر، ان ذا ميدل اوف ذا فورست ان زيندا، رودولف راسندل استود واقف ان فرونت اوف ذا كينج، هي لوكد اكزاكتلي لايك هيم، اللي هو نسخه منه. انت متخيل انت واقف قدام واحد كانك واقف في مرايه. فطبعا رودولف النهارده بيقول لك I had strange feeling، ايه ده؟ ده انا عندي يا سنه ثالثه strange feeling، شعور غريب، احساس غريب. عارف يعني ايه؟ to stand in front of a man who looked exactly like you، تقف قدامه نسخه منك، حاجه غريبه جدا. يبقى what kind of feeling، ايه نوع الاحساس اللي كان عنده؟ strange feeling. احساس غريب، ما حسهاش قبل كده. حتى الملك يا شباب بقى واقف كده in astonishment، في ذهول، in surprise، بص كده دقيقه. طبعا يا جماعه بص لمين؟ الناس بتوعه، كيرنل العقيد ساب فريدز، هو از ذيس جنتلمان، مين الراجل ده؟ طبعا يا جماعه رودولف عايز يعرفه بنفسه، عايز يقول انا مين، لسه هينطق، لا ساب تجري بسرعه وبدا اكسبلين تو ذا كينج، يشرح للملك هو از ذيس جنتلمان، مين ازاي ده شبهي. طبعا رودولف مش سامع هما بيقولوا ايه، بس هو بيستنتج، هو واقف كده سنه ثالثه وعمال يا ابني يبص للملك، وسبت عمال يشرح له ان في اولد ريليشن شيب، علاقه قديمه، ده في راسندلز كانوا متجوزين من الفا برجس، ده في طبعا الملك عمال يعمل ايه سنه ثالثه؟ الملك يا ابني عمال لسن يسمع شويه لسبت، ولوك دقات رودولف يبص لرودولف، يبص يسمع، ورودولف مش ساكت، رودولف هو كمان واقف كده عمال اكزامين ذا كينج، يفحص الملك. بص يا سنه ثالثه، ذي ار اكزاكتلي ذا سيم، هما نسخه من بعض، هما الاثنين حاجه واحده. بس عارف لما تركز كيرفولي هتلاقي في حاجه كده اسمها ايه يا شباب؟ اسمها سلايد ديفرنسز. مستر يعني سلايد ديفرنسز؟ يعني حاجة اسمها اختلافات بسيطة، طفيفة. حاجات بقى الفلسفة كده بتاعتنا سلايد ديفرنسز، بس محدش ياخد باله منها دي، لازم اكزامين دي كيرفلي، تفحصه بالراحة. عارف تبص لحاجة غريبة بقى، تبص تلاقي سنة تالتة ان ذا كينجز ماوث، ايه ده مستر؟ ده بق الملك، ذا كينجز ماوث ماله؟ از يكون ليس وايد،
اضيق سنه شويه. ده مستر ما حدش ياخد باله منها. وفي حاجه بقى كمان، ده راسندل زي فيس، راسندل زي جماعه فيس، ده وش راسندل مان ومستر وشه از ليتل سينر رفيع شويه، يعني نحيف شويه شويه كده. على فكره يا جماعه الحاجات دي بنسميها سنه ثالثه سلايد دي فرانسيس، اختلافات بسيطه. طبعا النظام القديم كان بيسال مباشره، يجي يقول لك يا ابني في الامتحان وات ار ذا سلايد دي فرانسيس، ايه هي الاختلافات البسيطه بتوين ذا كينج اند رودولف راسندل. تبدا بمين؟ بالماوس، ذا كينجز ماوس از ليس وايت. طب راسندل ذا فيس، فيس نيل ليتل سينر. يبقى عايزك تحفظ، ممكن يقفل تشوز. يبقى مع بعض تاني هنبدا بمين؟ ماوس ذا كينجز ماوس. ماله ذا كينجز ماوس ليس وايت. طب راسندل ذا فيس ليتل سين. طيب يا جماعه الملك لما عرف وخلاص بقى فهم هو مين، وعرف بقى ان في اولد ريليشن شيب، راح ضحك ومسلم. اتس نايس تو ميت يو كازن، اهلا وسهلا يا ابن عمي. خلي بالك يا ابني هيسميه ايه؟ ده الملك بيقول له دلوقتي ايه؟ بيقول له كازن. ليه يا بنتي؟ ليه يا ابني بيقول له كازن ابن عمي؟ لان في اولد ريليشن شيب، في علاقه قديمه بينهم، هما الاثنين قرايب. بليز don't be angry، ما تزعلش مني انا اسف. That I seemed surprised، معلش انا اندهشت لما شفتك. It's not every day، ما الواحد مش كل يوم هيشوف مين؟ his double. يعني كلمه double بقى بديله شبيهه. يبقى نخلي بالنا الملك او حاجه سماه ايه؟ cousin. cousin ابن عمه، لان في ايه؟ old relationship. يعني old relationship علاقه قديمه. ده في عيلتين متجوزين من بعض، عشان كده سماه cousin. وطبعا ما تزعلش، ما الواحد مش كل يوم هيشوف هيز دبل شبيهه. تمام. ده يعرفنا برضو ان الملك ده بلايد بيرسون، شخصيه مؤدبه، ما زعلش مني اندهشت. رودولف في سنه ثالثه بيقول له اي هوب، انا خايف يو ار انجري، انت اللي تزعل. انا خايف انت كملك لما تلاقي واحد لوك اكزاكتلي لايك يو، واحد ملك يلاقي واحد شبهه، ما دي تزعلك. الكينج يا شباب بص له كده قال له خلاص، يعني اف اي ام انجري اور نوت، انا هزعل او مش هزعل، ده كانت ستوب يو، خلاص ما انت شبهي. يعني لو زعلت هيحصل ايه؟ بالعكس اي ام هابي، انا سعيد، اند اي ونت تو هيلب يو، عايز اساعدك. وير ار يو ترافلينج، وانت مسافر فين؟ فرودولف قال له مسافر فين؟ تو ذا كابيتال، العاصمه، تو اتند عشان احضر كورونيشن. يبقى رودولف راسندل تولد ذا كينج، قال للملك ان هو از جوينج تو كابيتال، كابيتال تو اتند كورونيشن. طبعا السنه الثالثه هنا الملك فرح، شخصية بسيطة. To the capital، what would my brother Michael think if he saw us together؟ هو مايكل لو شافنا جنب بعض، احنا الاثنين نسخة من ده، مايكل هيعمل ايه؟ مايكل ما بيتكلم بفرحة، ده انت مايكل must be surprised، اكيد هيندهش. هنا السنة الثالثة بص لقى مين يا ابني؟ لا فريدز. عايزين نركز يا سنة الثالثة، لا يا ابني فريدز بيقول له ايه؟ ماي كينج I think I don't think، أنا لا أعتقد it's a good idea، هي not a good idea، مش فكرة كويسة، مش فكرة كويسة خالص، هي not a good idea for Mr. Rasendil to go to the capital. معلش يا فندم ده ما يروحش. ركز يا سنة تالتة، ده مين معترض؟ ده فريدز معترض، مش عايز رودولف راسندل to go to the capital. لا طب ليه؟ عشان ما يحدث، ما لازم تفهم ليه؟ لازم تكون عندك قدرة تستنتج الأسئلة، هو ما جابلكش. بس لما اجي تعرف انت راجل مذاكر القصه مستر، هم كانوا قايلين ان هو مش محبوب. ده هو يا شباب غير هو محبوب. رودولف راسندل لوكد اكزاكتلي لايك ذا كينج، الراجل ده نسخه من الملك. عارف ايه نسخه من الملك؟ ذيس مي كوز بروبلمز، ده ممكن يسبب مشاكل، ده ممكن يسبب مشاكل، ممكن يعمل لخبطه عند الناس فور ذيم. يبقى انا عايز افهمك السنه الثالثه ايه الفرق بين النظام القديم والنظام الجديد في الاسئله، لان احنا عندنا اسئله اختلفت. كان زمان السؤال بيجي لنا مباشر، مفيش فكر، يقول لك ايه؟ واي ديدنت فريدز وونت؟ ليه فريدز مش عايز رودولف راسندل تو جو تو ذا كابيتال؟ الطلبه كلها بتكتب، هو ليه مستر مش عايز يروح؟ عشان بيكوز هي لوكد اكزاكتلي لايك ذا كينج، اند ذيس مي كوز بروبلمز فور ذيم. امال يا مستر ايه النظام الجديد؟ لازم تفهم يا سنه ثالثه ان النظام الجديد كله كريتيكال، تفكير اسئله نقديه، رايك ماذا تعتقد؟ Do you think، هل تعتقد يا سنة تالتة إن فريدز was right؟ هل فريدز يا سنة تالتة على حق to refuse إن هو يرفض؟
او ديساجري يعترض ان رودولف رازنديل جو تو ذا كابيتال؟ هل انت شايف ان الكلام ده صح؟ انت رايك مستر؟ طبعا يس اي اجري، انا موافق مع رايه ده، لان رودولف رازنديل هتقول ايه؟ لوكد اكزاكتلي لايك ذا كينج، نسخه من الملك، اند ذيس ميكوز بروبلمز فور ذا. الملك اتصدم، عارف انت كل واحد فرحان، انت هتيجي مع العاصمه واخويا مايكل، بص يا فندم ده ما يروحش. طب اعمل ايه؟ راح بص السبت، وات دو يو ثينك، طب انت رايك ايه؟ قال له اي اجري وانا كمان موافق. يبقى ولا سبت ولا فريتز، وانت ده عايزين مين؟ رودولف راسندل تو جو تو ذا كابيتال. رودولف يا شباب يعني عارف انت بقى الصدم، انا اصلا جاي بلدكم تو اتند ذا كورونيشن عشان احضر التتويج. قال له فندم خلاص I understand the problem، انا كده فهمت المشكله خلاص، and I leave your country at once، وانا هسيب بلدكم وامشي، هقعد اعمل ايه؟ بص لقى الملك قال له لا لا طب استنى بقى، stay for dinner، اقعد اتعشى معانا. احنا عارفين يا جماعه ان الملك اكتر حاجه بيحبها في حياته الاكل، eating الاكل، فبيفضل eating to action، ما تمشيش لا stay for dinner. يبقى the king invited Rassendil to have dinner with him. قال له تعشى معايا. طيب يا جماعه سبت لما شاف الموقف يا ابني تعشى ايه يا فندم؟ راح له كده على جنب، فندم عشى ايه؟ يا فندم وي دونت هاف تايم فور فود، مفيش اكل يا فندم، مفيش وقت للاكل، مفيش وقت للاكل يا فندم، واحنا هاف تو سليب ايرلي، لازم ننام بدري. خلي بالك يا سنه ثالثه، ده راي مين يا ابني؟ ده راي سبت. الكلام ده يهمني قوي، خلي بالك في التشوز مين اللي قال ده، اللي هنا بيتكلم سبت. راح له فندم لو سمحت وي دونت هاف تايم، ما تعزموش، وي هاف تو سليب ايرلي، هننام بدري، مفيش وقت الاكل. بص يا سنه ثالثه، الملك حياته كلها اكل، تيجي تقول له مفيش وقت الاكل راح متنرفز على سبت. ازاي مفيش وقت الاكل؟ there is always time for food، لازم يكون في وقت الاكل. انت لازم تعرف ان جود فود الاكل الكويس ده، الاكل يا سنه ثالثه الجود فود يا ابني ماله ده مستر، ده الاكل ده از بيتر ذان، افضل من بيتر ذان سليب، افضل من نوم. يا ابني احنا ما ننامش بس ناكل. شو بيفضل الاكل ازاي؟ بيقول له يا فندم ده ملك، والمستشار بتاعك بيقول لك يا فندم ما تعزمهوش، وي دونت هاف تايم، ما عندناش وقت. راح مزعق له قال له جود فود الاكل الكويس از بيتر ذان سليب، افضل من نوم. يبقى هنا الملك didn't listen، ما سمعش to his main advice، نصيحة الرجال بتاعته. وده يعرفنا شخصيته، كيرلس مهمل. أنا راجل مسؤول، عارف مهامي، بسمع كلام الناس بتاعتي. لا didn't listen to them. Come my cousin، تعالى يا ابن عمي. What is your first name؟ هو أنت اسمك الأول اسمك إيه؟ الأول إيه؟ أنا عارف اسم عيلتك خلاص، وعرفت relation ship رسم، أنت اسمك إيه؟ فردوا الفجماعة ضحك وقال له the same as you، برضو زي برضو اسمك، زي اسمك. رودولف برضو يعني احنا الاثنين look exactly each other، شبه بعض بالظبط، وكمان اسمك زي اسمي. طب come my cousin رودولف، تعالى يا ابن عمي رودولف. I'm staying here، انا قاعد هنا فين؟ in the hunting lodge، بتاع مين ده؟ مايكل. طب ديك مايكل اخويا مش بتاعنا، اللي مايكل بيستخدمه for hunting، لان عندي بلس قصر طبعا في العاصمة. طبعا يا شباب، راح ماسك ايد رودولف وبدا يمشوا مع بعض في الغابه بتاع نص ساعه، بيتكلموا مع بعض. وبنقول هنا ان الملك شخصيه طيبه، وحاول ان هو يعني بيعامل رودولف كانه ريلاتيف، احد اقاربه، راجل طيب يا شباب، وعزمه تو هاف دينر وذ هيم. وصلوا سنه ثالثه للهانتنج لوتش، كوخ الصيد، ولازم تفهم الشخصيات الموجوده في القصه. الكوخ ده فيه تو سيرفنتس، اتنين من الخدم. واحد اسمه جوزيف. مستر هو مين جوزيف ده؟ قالك يا سنه ثالثه ان جوزيف ده هو البيرسونال سيرفنت، الخادم الشخصي لمين بقى؟ للكينج الملك. يعني ده اللي بيروح معاه كل حته يلبسه وياكله، ده جوزيف، ده هو جايبه معاه اصلا من العاصمه. بس ما تنساش ان الهانتنج لودج اصلا بتاع مين؟ بتاع ديوك مايكل. ففي خادمه موجوده هناك اسمها يوهانز مازر. خلي بالك يا شباب، يوهانز مازر ام يوهان، يبقى دي سيرفنت، خادمه لمين؟ هي سنه ثالثه للديوك مايكل، خادمه عند مايكل. يبقى جوزيف ده بتاع الملك، انما يوهانز مازر. ولازم تكون فاكر مين يوهان لو انت مذاكر القصه صح، اللي هو قابلها في انزين في الفندق، في الحانه، واللي انفايتد هيم، عزمه تو سبيند ذا كورونيشن فين؟ هي سيسترز هاوس، اللي هي فين؟ بيت اخته، ان ذا كابيتال. لازم تبقى عارف ان يوهان ده سيرفنت، خادم عند ديوك مايكل. طب ما امه برضو كمان خادمه عند ديوك مايكل. طبعا الملك اول ما دخل، جوزيف از ذا دينر ريدي، العشاء جاهز؟
طبعا ما يقدرش يبقى جاهز، ده الملك هيقتله، ده الملك حياته كلها الاكل، ينفع العشاء ما يبقاش جاهز؟ لا. رودولف الثالثة دخل يا ابني لقى سفره مليانه ماتش فود، اكل كتير قوي، الملك بيحب الاكل فمجهزين له اكل كتير. رودولف وزهانجري كان جعان. طب ليه مستر جعان؟ افتر ذا لونج ووك ان ذا فورست، راجل مشي كتير في الغاب، الراجل ده قاعد يمشي بتاع 16 كيلو في الغاب، ولما لقى الفود يا ابني ووز فيري جود، طعمه جميل، بدا ايت ماتش، ياكل كتير. بس دي مش طبيعته، رودولف ما بياكلش كتير بس هو عشان جعان. وده من الاسئله اللي فيها ذكاء شويه، بيجي يقول لك ايه النظام الجديد كريتيكال. If you were Rudolf Rassendyll، لو انت كنت رودولف راسندل السنه الثالثه، would you accept، هل انت كنت هتقبل the king's invitation، دعوه الملك for dinner العشاء؟ ايوه كنت هقبل طبعا، ده برايك. احنا عندنا الكريتيكال ده بمزاجك، عايز ماشي، واحد مثلا كنت قبلت بس الدعوه، بس اديله دليل صح، بس اهم حاجه ان انت تقنعه باجابتك. مستر انا فعلا كنت قبلت، ليه بقى؟ because I was very hungry، انا كنت جعان، and the king was nice، الملك كان كويس كان لطيف معايا، فانا اقبل الدعوه. فالمهم يا شباب ان رودولف بيقيت ماتش، الملك ما يتوصاش، انت لو شفت منظر الطبق قدام الملك عامل ازاي، الملك اصلا بيحب الاكل جدا. امال مستر مين ما بياكلش بقى؟ سبت وفريتز، كل واحد حاط شويه صغيرين قدامه كده. فرودولف مستغرب برضه، يا شباب انت تخيل انت اكل جامد زي كده ازاي ما بتاكلوش؟ فهم بقى، فهم ان دي مش طبيعتهم، ده الناس دي يا شباب عندهم مهمه. زي هاف ده فريتز بقى اللي بيشرح له، فريتز يا سنه ثالثه بيشرح له ليه هم didn't want to eat much، مش عايزين ياكلوا كتير. قال له I and the colonel، انا والكولونيل اللي هو سبت have to get up early، المفروض نصحى بدري، نصحى بدري، ده احنا عندنا نصحى بدري جدا، ومش كده وبس، كمان رايت تو زنده، هنركب لغايه زنده ناخد كده الحصنه. خلي بالك هم في زنده، بس هم فين؟ ده هم في الغابه. لا ده احنا هنروح لغايه بقى البلد زنده، ليه بقى؟ عشان يا مستر تو جيت جاردس، عشان نجيب الحرس، عشان نجيب الجاردس الحراسه فور ذا كينج للملك. اركز يا سنه ثالثه وابقى فاهم كل جزئيه في القصه عشان اعرف احل في امتحان. واي ديدنت سبت اند فريدز وونت تو ايت ماتش، ليه الناس دي مش عايزه تاكل كتير؟ تقول يا مستر بيكوز زي هاف تو، مضطرين تو جيت اب ايرلي، مش كده وبس، رايد تو زيندا، تو جيت ذا جاردس فور ذا كينج، جاردس فور ذا كينج. يبقى هو الناس دي يا شباب بتفهم مهامها بقى، مش زي الملك، شوف بقى ديوتيز مهامها، عندها مهام، عندنا صحان بدري، ما ينفعش ان هم سنه ثالثه اوفر ايت. مستر يعني ايه اوفر ايت؟ يعني تقلوا في الاكل، افراط في الاكل، زي هاف تو جيت اب ايرلي، لازم يصحوا بدري، لازم رايت تو زيندا تو جيت جاردس فور ذا كينج. طبعا هم ادفايز ذا كينج، هم الاثنين نصحوا الملك نوت تو ايت ماتش، ما تاكلش كتير، يو هاف تو جيت اب، ما انت عندك صحان بدري برضو. يبقى عايزك تفهم يا سنه ثالثه ان المره دي سبت وفريدز هم الاثنين مع بعض، هم الاثنين مع بعض يا ابني ادفايز ذا كينج نوت تو ايت ماتش، نصحوه انه ما ياكلش كتير. الحاجات دي يا شباب بقى بتاعت اسئله المتفوقين اللي فيها شغل شويه، لازم ابقى فاهم ان ان ذا فورست في الغابه مين اللي نصح الملك؟ سبت بس هو اللي ادفايز ذا كينج، نصح الملك not to invite Rassendyll to dinner، ما تعزموش، ده مين قال كده؟ سبت بس الواحد. انما لما راحوا الهانتنج لودج ولقوا الملك هم الاثنين مع بعض اتفقوا على نفس الفكره، نوت تو ايت ماتش، ما تاكلش كتير. هل الملك سمع لهم بقى؟ لا ولا اي حاجه، حياته الاكل، واحد حياته الاكل كلها، ما رضيش يسمع، وده عرفنا قد ايه ان هو كيرلس بيرسون، شخصيه مهمله. المهم ان هم شرحوا رودولف راسندل ليه سنه ثالثه واي زي ديدنت وونت تو ايت ماتش، وي هاف تو جيت اب ايرلي، عندنا صحان بدري، رايت تو زيندا تو جيت جاردس فور ذا كينج. الملك مبسوط، الملك سنه ثالثه بيقول اتس فيري جود، حاجه جميله جدا ان ماي براذر اخويا ليت مي هيسيبني، ركز في الحته دي يا شباب، ليت مي هيسيبني يوز هيز جاردس، استخدم الحراسه بتاعته. ده حاجه حلوه جدا ان ماي براذر اخويا ده ليت مي هيسيبني يوز، بس انا حاسس ان هو غلبان مش فاهم حاجه. حاجه كويسه ان ماي براذر ليت مي سابني يوز هيز جارد، بس انا عايزك تعمل ايه بقى؟ ركز في الحته دي يا ستال، انا عايزك فورجيت، تنسى ذيس بيبول، الاثنين دول انساهم ازاي؟ هما ما بياكلوش ليه؟ زي هاف تو جيت اب ايرلي، عندهم صحان بدري. طب انا وانت
وي دونت هاف تو جيت اب ايرلي مع الناس صحيان، يبقى نعمل ايه؟ يبقى ايت ماتش، ناكل كتير، ناكل براحتنا. شوف بقى بيحللها ازاي. هو كده مقتنع بحاجه، بدا يعمل ايه؟ يقول لا انسى الاثنين دول، دول هيصحوا بدري، هم يصحوا بدري بقى ومع نفسهم هم وناسي نفسهم عنده كورونيشن برضه. لا ماليش دعوه انت انساه، طب انا وانت لا احنا براحتنا ناكل كتير. وفعلا يا شباب فضلوا يا ابني يستمروا في الاكل، وكل ما يخلصوا صينيه يلاقوا جوزيف داخل بصينيه ثانيه، اتفضل يا فندم، هو عارف ماك بيحب الاكل ورسندل مش عادته بس هيعمل ايه؟ هو بياكل والملك عمال ياكل، وينصحوا يا جماعه نوت تو ايت ماتش، انسى الكلام ده. didnt listen to his main advice. لغايه ما جينا سنه ثالثه في نهايه الوجبه يا ابني، بص لقى جوزيف داخل بصينيه كده مليانه بيسز اوف كيك، مليانه كيك بقى تحليه. راح حطها كده قدام الملك، قال له يور براذر، اخوك اسكد مي طلب مني، اسكد مي طلب مني. عارف انت الناس تلعب ساعه بتاكل ولما تيجي بقى التحليه لا لسه هبدا بقى. انت لك ساعه بتاكل، فطبعا بس يا جماعه بس كده يور براذر اسكد مي، ركز لي في الجمله دي يا سنه ثالثه، يور براذر اخوك اسكد مي تو جيف يو ذس، اخوك طلب مني ادي لك هذا. خلي بالك هذا ده ايه؟ الكيك. هات ذا اند اوف ذا مي. مين بيقول كده؟ جوزيف تو ذا كينج. ايه اللي هي ذيس ده عايد على مين؟ الكيك. على الكيك. عارف الملك بقى عايز صغير فرح، ويل دان مايكل، احسنت يا مايكل 100%، ماي براذر نوز مي ويل، اخويا عارفني كويس. يعني اخويا يا جماعه عارف ان هم في جوع، بحب الاكل، فنهايه الوجبه جايب له كيك. اخويا عارفني كويس. يبقى عايزك تعرف هنا سنه ثالثه، ناس الشاطره يا جماعه قاعده مركزه معانا والناس بقى تركز في القصه. هنا في حاجتين ديوك مايكل ديت، حاجتين مايكل عملهم ذا كينج ابريشيتد، الملك مقدرهم قوي. يعني الملك عاجبه حاجتين في مايكل عملهم، لو انت ذكي ومركز معانا في الشرح. وات ار ذا تو ثينكس، ايه هي الحاجتين اللي ديوك مايكل ديد مايكل عملهم وذا كينج ابريشيتد بيقدرهم؟ اسمح له كده معاك، اسمح له. حاجه عجبته قوي ان هو ليت هيم هيسيبه يوز مين مع الحرس هيز جاردس. اه تمام، حاجه جميله ان اخويا. وفي حاجه ثانيه ان هو سندين بعت له كيك ذكي كيك. طبعا يا شباب رودولف الصدم، ليه الصدم بقى؟ ركز الحته دي. الملك دخل على الكيكه از اف ات وير او ذي وير ذا فيرست ثينج فور ذا دي، كانه اول بياكل لاول مره. انك انت واحد جاي من بره طول النهار جعان ما اكلتش حاجه، واول ما شفت صينيه الكيك رحت نازل عليها، عارف انت عمال ينتش كده. يبقى يا جماعه الملك از اف كما لو ذي وير ذا فيرست ثينج فور ذا دي، كان دي اول حاجه النهارده، اول حاجه عمال ينتش. طبعا رودولف ما قدرش يا جماعه، وكان خلاص ايت ماتش، راح يا دوبك وان بيس قطعه واحده سابته فريدز، لا مش هناكل. يبقى اللي خلص الصينيه كلها زكي ذا كينج. رودولف لما لقى كده الشباب كفايه كده بقى، راح سلم على الكينج، اي هاف تو سليب ايرلي، انا كمان عندي صحان بدري هرجع بلدي خلاص. ما هو فهم المشكله ان هي كانت لا يستطيع جو تو ذا كينج، ما ينفعش ان هو لوك لايك ذا كينج اند ذيس مي كوز بروبلمز فين فور ذيم. هاخد يا شباب بعض الصبح واطلع على بلدي، وراح مودع. رودولف نام، هو صحي كده هو بدا يا جماعه ينام كده شويه، بس بعد شويه لقى حد بيصحي فيه. الغريبه يا شباب ان هو لما صحي بص يا بنتي لقى سبت ثرو ووتر اون هيم، سبت بس الجرده الميه وعمال ثرو هيم ثرو ووتر اون هيم، يرمي عليه ميه. يبقى هاو ديت سبت ووك هيم اب، صحى ازاي؟ هي ثرو ووتر اوف هيم. طبعا رودول في الصدم لما صحي بنتي لقى نفسه كده، ذات از نوت فاني، انتوا بتهزروا معايا. فسبت بص له قال له ناثينج ايلس، مفيش حاجه ثانيه هتصحيك، وود ووك يو اتس 5 اوكلوك، الساعه 5 مساء الفجر. That is too early. طب ده بدري قوي، صحيني بدري كده ليه؟ فبص يا شباب لقى فريدز بيقول له come with us راسندل، تعالى معانا يا راسندل، we have to show you something، لازم نوريك حاجه. في حاجه لازم تشوفها. طبعا صحي معاهم يا ابني، هو جسمه مبلول كله. راحوا الغرفه الثانيه ذا كينجز روم، غرفه الملك. اول ما دخل السنه الثالثه بص يا ابني لقى ذا كينج الملك laying on the floor، نايم على الارض. His face was red، وشه ده احمر. عارف انت حاجه محمره غريبه كده، هي كودنت بريث، مش قادر يتنفس. طبعا رودولف جري على الارض بسرعه يا شباب، بولز النبض واز فيري ويك، ضعيف جدا. ات ماست بي زوس كيك، اكيد الكيكه دي اكيد الكيكه دي كانت بويسونز سامه. ما الاعراض اللي انت شايفها دي، هيز فيس واز ريد، هي كودنت، مش قادر يتنفس يتنفس، هيز بولز واز ويك، النبض ضعيف. يبقى لا ده سمم. الملك يا جماعه الكيكه اللي كلها دي سممته. في سؤال فيه ذكاء شويه يا جماعه، ديت اوز رودولف بويسون ذا كينج، هل رودولف اتسمم مع الملك؟ يعني هل الراجل ده لما كلم الكيكه معاه، طبعا هو قول لي ايه كان
قطعة واحدة. بيس اوف كيك. غير الملك اللي كان الكيكه كلها كتير زي لوحده. فطبعا دي يا جماعه كارثه. طب الحل ايه يا شباب؟ انت تخيل كده معايا، انت دلوقتي اوفيسر ظباط موجودين والملك بتاعك مرمي على الارض ونار ده التتويج. هنعمل ايه؟ ده كده his face was red he couldn't breathe. فالسادة قال نعمل ايه؟ we must find the doctor at once. حالا نجيب دكتور. نجيب دكتور. ركز لي يا سنه ثالثه، شوف رايي مين يا ابني. ده رأي سبت ان هم فايند دكتور، لازم فورا يا سنة تالتة دكتور حالا. فريدز بصي له قال له دكتوري دكتوري احنا في الغابة. There was no doctor for 15 kilometers. مفيش ولا دكتور يا شباب، مفيش يا سنة تالتة نو دكتور، ما عندناش ولا دكتور for 15 kilometers 15 كيلو فقلب الغابة. احنا مش لاقي حد. وإيفن حتى لو جبنا A thousand دكتور، حتى لو جبنا ألف دكتور wouldn't make him، مش هيخلوه good for the day، كويس لليوم ده. ده النهاردة التتويج، يوم التتويج النهاردة، هو ده يعرفنا كده يروح. يبقى لازم نفهم يا سنة تالتة. كل واحد قال ايه يا ابني واعترض، اللي رأي سبت ده رأي سبت ان هم زي must find دكتور. دكتور. طب عايزك تبقى فاهم why was it difficult to get a doctor for the king. Why was it difficult؟ ليه سنة تالتة صعب جدا نجيب دكتور للملك؟ Because there was no doctor. There was no doctor for 15 meters. Okay. And even حتى a thousand doctor wouldn't make him good for the day. يبقى الحل ده ما ينفعش. طب what else؟ طب ممكن نعمل ايه تاني؟ طب ما اكيد في حل تاني. المرة دي فريدز بقى. ما كل واحد لازم الحل. سبت قال find a doctor. فريدز اعترض. فريدز قال له طب ممكن نعمل ايه؟ تيل بيبل، نبلغ الناس وات هابند اللي حصل. طب ما ده حل تاني بقى بتاع فريدز. نروح للناس في العاصمه نقول لهم الغوا النهارده الكورونيشن، ذا كينج از ايل، الملك عيان. يبقى خلاص ده الحل التاني اللي فريدز اقترحه. مين اللي رفض؟ سبت. ليه سبت رفض؟ قال له بيكوز اول ذا بيبل، الشعب كله ويتنج فور ذا كورونيشن، الشعب كله النهارده مستني التتويج. انت متخيل سنه ثالثه الشعب كله بتاعنا دلوقتي، مش الشعب بس، ذا ارمي الجيش. ومين بقى ليدنج ذا ارمي، بيقود الجيش؟ ديوك مايكل. فاف هي ديدنت جو، لو هو ما راحش زي وود بي هيبقوا ايه؟ مايكل هيتوج نفسه. ما لازم ناخدها بالترتيب دلوقتي. ده لو ما راحش، الشعب كله مستني التتويج النهارده والجيش مستني، واحنا لا الملك تعبان مش جاي، اكيد بيقول يا جماعه وود بي انجل هيزعلوا، اكيد هيفتكروا ذا كينج ده ديدنت كير اباوت اس، مش مهتم بينا. ساعتها بقى يظهر مين؟ مايكل. هو اللي وود بي ذا كينج، هو اللي يبقى الملك. يبقى لو انت مركز معايا سنه ثالثه هتفهم حته مهمه جدا، وتفهم يا ابني قد ايه ان مايكل ده اكليفر بيرسون، شخصيه ذكيه جدا، قدر يعمل خطه يعتمد فيها الحاجات الملك بيحبها. عارف الملك بيحب هانتنج الصيد، بيحب يا ابني ايتنج الاكل. راح عمل ايه؟ راح انفايتد هيم، دعاه تو ريست ان ذا هانتنج هانتنج لوج بيفور ذا كورونيشن. قال له قبل التتويج تعالى استريح في الهانتنج لوج. عارف ان هو مش هيرفض، بيحب الهانتنج الصيد، تمام. عارف ان هو بيحب الاكل، جه اليوم اللي قبل التتويج سنت هيم، بعت له كيك عشان عارف ان هو بيحب الاكل. طب بعت له بويزونز كيك ليه؟ تو ستوب هيم، عشان يمنعه فروم جوينج تو ذا كورونيشن، يمنعه سنه ثالثه فروم جوينج تو. طب عايز حاجه مثلا وات وود هابن، ايه اللي هيحدث اف ذا كينج ديدنت جو تو ذا كورونيشن؟ مايكل وود بي ذا كينج. مايكل هنا الذكاء بقى. طبعا الملك عشان انسان بسيط، مش هو يا جماعه تراستد مايكل، واثق في مايكل، ما فهمش الخطط دي كلها. طبعا الناس كلها عارفه ان مايكل طمعان في الحكم، هو مايكل جاردس حراسته اتس فيري جود فروم مايكل. الموقف كده اتعقد ومش عارفين يا شباب نعمل ايه، ولا عارفين نجيب دكتور يا بنتي، لان طبعا زيرو وزنه دكتور فور 15 كيلومتر، ولا عارفين ان احنا سنه ثالثه نبلغ الناس، لان الناس هتزعل والتتويج لن يتم. If he wasn't crowned، لو هو لم يتوج he wouldn't be the king، عمره ما هيبقى ملك. طب الحل ايه؟ اكيد في حل. ثابت يا جماعه بص، do you think he was poisoned، تعتقد ان هو اتسمم؟ who did it، مين اللي عمل كده؟ فريدز قال له اكيد يعني زي مايكل، محتاجه تفكير. يبقى احنا tell people، نبلغ الناس what مايكل had done، مايكل عمل ايه؟ طبعا يا جماعه ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان مايكل was very clever، مايكل ماهر جدا. مايكل اول حاجه ما ياخد الحكم اول حاجه يعملها، لا اما كيل ذا كينج، هيقتل الملك ده، او اور بوت هيم ان بريزون. لازم نفهم الكلام ده كويس جدا. لو مايكل بقى ملك، هي ويل
kill the king or put him in prison لما يحطه في السجن. طبعا وقفوا هما الثلاثه الموضوع صدمه ما فيش حل لغايه ما سبت كده بص لهم قال لهم I have an idea عندي فكره. ايه بقى الفكره؟ We are lucky to meet you yesterday. احنا محظوظين جدا قابلناك امبارح يا راسندل. And almost no one knew that we meet you. محدش عارف ان احنا قابلناك. دي حاجه كويسه جدا. We are lucky احنا محظوظين ان احنا نقابلك ونو ون نيو محدش يعرف. ليه بقى؟ You can go to the capital. ممكن انت تروح العاصمه and replace the king in the coronation وتحل محل الملك في التتويج. يبقى انا عايزك تركز لي يا سنه ثالثه. هي دي يا شباب سبتس ايديا مع بعض كده. عايزين نفهم يا شباب ان دي سبتس ايديا هي دي فكره سبت تو سيف ذا كورونيشن عشان ينقذ التتويج. تقعد مركز معايا دلوقتي بترتيب الاحداث. سبت ادانا فكرتين. الفكره الاولى بتاعت الدكتور هو في كذا اقتراح اتقال بس كلهم انسيوتابل غير مناسبين. اول اقتراح من سبت تو فايند ا دكتور. طبعا ده ما ينفعش لان زير وزنه دكتور فور 15 كيلومترز. الاقتراح الثاني بتاع فريدز تيل ذا بيبول نقول للناس وات هابند اللي حصل ده مش هينفع لان بيبول وود بي انجري هيزعله وساعتها مايكل هو اللي وود بي ذا كينج هيبقى ملك. امال ايه بقى الاقتراح اللي هو قاله بقى سبت؟ الاقتراح يا شباب ان رودولف ده لوكد اكزاكتلي لايك ذا كينج. قال له خلاص يو كان تستطيع يا ابني جو تو ذا كابيتال تروح انت العاصمه. يو كان جو تو ذا كابيتال وتعمل ايه بقى سنه ثالثه اند ريبليس. ركز لي في الكلام ده حل محل ممتازه. ريبليس ذا كينج فين؟ ان ذا كورونيشن في التتويج. يبقى عايز كل اللي قاعد مصحصح كده والنبي يا شباب نفهم الدنيا ماشيه ازاي. دي فكره سبت هاو تو سيف ذا كورونيشن ازاي ننقذ التتويج. تقول له مستر رودولف راسندل كان جو تو ذا كابيتال اند ريبليس ذا كينج ان ذا كورونيشن. يبقى انت تروح انت العاصمه وانت اللي تحل محل انت شبه الملك. رودولف اول ما سمع الاقتراح ده يا ابني صدم. قال له مين؟ ذاتس امبوسيبل ما ينفعش طبعا. طب ليه؟ بيبول ويل ديسكفر اي ام نوت ذا كينج. الناس هتعرف ان انا مش الملك. اي ام انجلش انا راجل انجليزي مش بلدكم. عايز نروح ازاي؟ الناس هتعرف. فريدز يا جماعه دخل معاهم على الخط. طب في حاجه يا شباب لازم نفتكرها. الفروق الالماني بتاعك لا الفرق البسيط مش حدش ياخد باله اللغه بس الالماني بتاعك از بيرفكت ان صح يعني انت انجلش مان خلاص ماشي ومش من بلدنا بس يور جيرمان الالماني بتاعك از بيرفكت. تمام الالماني بتاعك ممتاز. فايف وي دريس يو ديفرنتلي لو لبسناك شكل مختلف اكيد نعرف نعمل كده. يبقى فريدز بدا هو يقتنع بفكره سبت ان انت لوكد اكزاكتلي لايك ذا كينج وكمان غير كده يور جيرمان از بيرفكت. يبقى لازم نعرف يا سنه ثالثه ان رودولف راسندل واز ذا ايديال بيرسون هو الشخصيه المثاليه تو ريبليس ذا كينج غير ان هو لوكد اكزاكتلي لايك هيم هي جيرمان بيرفكت بيرفكت. رودولف يا جماعه برضو خايف. لا يا شباب مش هينفع ذا كينج الملك ودنت فورجيف مي مش هيسامحني احل محله. طبعا يا شباب سبت بص له قال له اور كانتري بلدنا نيدز يو بلدنا محتاجاك. هو ده الحل الوحيد هو ده الامل الوحيد تو سيف ذا كينج ان انت جو تو ذا كابيتال اند ريبليس ذا كينج ان ذا كورنيشن. رودولف بدا يفكر يا شباب في الكلام ده. ما تنساش ان لو ديك مايكل بيكيم ذا كينج اول ما مايكل ياخد الحب ذا ريل كينج الملك الحقيقي ويل بي ديد هيبقى ميت ومايكل وود كيل هيم اور بوت هيم ان بريزون. من غير ما يتكلم هو اقتنع بالكلام وسبت شاف الاكسبريشن التعبير على وشه انت موافق خلاص مع بعض. طب ماشي بس تكمله الخطه ايه؟ ما لازم نركز يا سنه ثالثه ايه اللي هيحصل بعد كده. طب انا هروح معاك العاصمه وريبليس ذا كينج ان ذا كورونيشن. طب ده هنجيبه ازاي؟ عايزك تركز الحته اللي جايه دي هتثبت لنا قد ايه ان سبت ده جود بلانر مخطط جيد. سان ذكي عنده قدره يا جماعه فيها على التفكير. بص في لحظه عمل خطه. ايه الخطه بتاعته؟ دلوقتي الملك فينتد مغمى عليه. هي واز بويزند مسمم بويزند مسمم. ايه بص يا ابني الخطه. الخطه بتاعتنا ان احنا يا شباب هايد ذا كينج نخبي الملك ان ذا سيلر في البدروم. ادي يا شباب الهانتنج لودج ادي السيلر البدروم. يبقى انا اجي كده يا ابني وهايد ذا كينج اسيب الملك زي ما هو. تمام مش هنستنى مايكلز من هو المفروض الخطه ان احنا رجال مايكل هيجوا. لا احنا خلاص بان بقى الفكره ده ممكن رجال مايكل الجايين دول هم اللي كل ذا كينج يقتلوا الملك اور كيدنابهم يخطفوه. يبقى احنا ودنت ويتم استناهمش. امال نعمل ايه؟ ليف ايرلي نغادر بدري. احنا الثلاثه كده مع بعض يا سنه ثالثه نغادر الهانتنج لودج ايرلي. تمام يا مستر. طيب
بيفور مين؟ بيفور مايكل زمان، قبل ما رجال مايكل يا ابني وود ارايف يوصلوا. خايف من ايه؟ خايف ان الرجال اللي جايين دول معاهم اوردرز اوامر تو كيل يقتلوا الملك اور كدناب ذا كينج او يخطفوه، فلازم احنا نعمل حسابنا ونمشي. بس هنسيب مين هنا سنه ثالثه؟ هنسيب جوزيف البيرسونال سيرفنت، الخادم الشخصي. ليه بقى؟ تو تلزم عشان يقول لهم ان ذا كينج هاز جان، الملك مشي، الهانتنج لودج امتي فاضي. يبقى ده كده يا ابني احنا خلصنا من رجال مايكل. طيب احنا وود ارايف ذا كابيتال، نصل العاصمه، الكورونيشن كام ساعه يعدوا. طب ماشي، هنرجع الملك ازاي؟ ايه اللي هيحصل بعد التتويج؟ بص الخطه، شوف اثبت لك ازاي ان هو انسان جود بلانر مخطط جيد. اللي هم افتر ذا كورونيشن بعد التتويج المفروض ان احنا وود سليب ان ذا بالاس، مش المفروض ان احنا هننام في القصر بتاع الملك هناك؟ المفروض نقعد في القصر بتاع الملك. تمام، نعمل ايه؟ نبدا يا ابني خش ذا بيد روم، غرفه النوم، ونسيب مين يا سنه ثالثه؟ نسيب فريدز. تمام يا مستر، يعمل ايه فريدز؟ جاردنج ذا كينجز بيد روم، يحرس غرفه الملك، انتيلينج بيبل، يعرف الناس ان ذا كينج ووز سليبنج، الملك نايم ممنوع حد يخش. يبقى انا كده فريدز قاعد بره حامل اوضه. طبعا في سيكريت باسج، ممر سري كده موجود. يبدا سبت وفريدز يرجعوا هما الاثنين تو زندا، يرجعوا يا شباب هما الاثنين مع بعض، سبت وفريدز، سبت وراسندل، سبت وراسندل يرجعوا للهانتنج لوج، يكون جوزيف مجهز الملك. سبت ياخد الملك زي ما هو كده للبلس للقصر، ان ذا دارك في الظلام. didn't want people to see the king، هشوف الملك هشوف نوع عيان. ولازم رودولف راسندل تراي تو ليف ذا كانتري، لازم يحاول يغادر البلد بيفور مورنينج، قبل الصباح. شوف شوف انت لما يكون واحد في لحظه يعمل خطه زي كده، ده يعرفك شخصيه سبت وايس حكيم، جود بلانر مجيد، يعني راجل يا جماعه يعني مخطط جيد، لويال تو ذا كينج، مخلص للملك برغم من شخصيه الملك المهمله وما بيسمعش الكلام الا ان هو راجل عارف ديوتي واجبه، وعمل خطه في لحظه. لازم تفهم الخطه دي لان دي هيرتبط عليها القصه كلها بعد كده مع بعض تاني. زي ويل هايد ذا كينج، هيخبوا الملك فين؟ في البدروم، ان ذا سيلر، بدروم دي بالعربي، احنا عايزين ان ذا سيلر في البدروم. اند زي وود ليف ايرلي بيفور، قبل ما مين؟ قبل ما مايكل زيمين وود ارايف، لما رجالات مايكل او الحرس يجوا، بيكوز مايكل زيمين وود او مي هاف اوردرز، احتمال عندهم اوامر تو كيل كيلد اور كيدناب. يعني مايكل قال لهم لو رحتوا لقيتوا الملك ما اكلش الكيكه سيبوه، لا كيل هيم اور كيدناب هيم، اختفوه. يبقى احنا لازم نمشي، بس هنسيب مين؟ جوزيف. جوزيف تو تلزم ذات ذا هانتنج لودج ووز امتي. بعد كده يا شباب افتر ذا كورونيشن وي وود سليب ان ذا بالاس، وي وود ليف، هنسيب مين؟ فريدز جاردنج ذا كينجز بيد روم، تيلينج بيبول ذات ذا كينج ووز سليبنج، سليبنج عشان نخش على الملك. ونبدا نخرج احنا ونكمل الخطه بتاعتنا. خطه جامده فعلا، خطه جامده وهم اقتنعوا بيها. بس في مشكله بقى، هتقول لي يا مستر ايه المشكله؟ وهم عاملين يرسموا الخطه دي، اتاري يا ابني مين واقف ورا؟ يوهانز مازر، ام يوهان الخادمه، السيرفنت بتاع مين؟ ديوك مايكل. عماله اوفر هير مستر، يعني ايه كلمه اوفر هير؟ تتصنط عليهم. عاملين بقى يرسموا الخطه ومن غير ما مايكل يعرف، وهنخبي الملك، ودي قاعده عماله تسمع اوفر هير ديزم، عماله تسمعها. طبعا اول ما شافوها كده يا جماعه حسوا في حاجه غلط. Do you think she heard us؟ ممكن تكون سمعتنا. سبت قال له افتر اي بوت ذا كينج ان ذا سيلر، بعد ما احط الملك في البدروم اي سبيك وذ هير، هتكلم معاه. سبت وفريدز سنه ثالثه كارت ذا كينج، شالوا الملك زي ما هو كده فنتد مغمى عليه، ودخلوا على السيلر البدروم. رودولف راسندل راح مع جوزيف الخادم اللي هو بدا يدرس ذا ادريس راسندل ان ذا كينجز كلوزس، لبسه لبس الملك. طبعا فريدز راجع شايف نسخه من الملك، نسخه. اول ما شافه كده قال له اي ثينك وي كان دو ات، هننجح. نفس يا جماعه ريد هير، الشعر الاحمر، ستريت، نفس كل حاجه. هو الملك جوزيف لبسه لبس الملك، بقى نسخه من الملك. قال له ماشي، بس وات اباوت ذا اولد وومن، الست العجوزه هنعمل فيها ايه؟ قال له لا، هو سبت هيسيبها. سبت بدا يعمل ايه بقى؟ اول ما شافها كده راح سبت يا ابني تايت هير هاندس، عارف عمل ايه؟ تايد هير هاندس، يعني ربط ايديها. اند لوكد هير، حبسها هي كمان، لوكد هير ويز ذا كينج، حبسها مع الملك فين؟ في السيلر، ذا سيلر في البدروم. كت في ايديها، ما يا جماعه هم زي وير افريد خايفين، هي ممكن تروح تبلغ مين؟ مايكل، زير بلان خطتهم. هم كتفينها وسابوها، ليه بقى؟
بعد ما ننجح وبعد ما نخلص خطتنا يبقى جوزيف سيت هير فري ماشيها، مش عايزين منها حاجه. ريدي جاهزين يلا يا شباب عشان نمشي من الهانتنج لودج ايرلي. افري از هير سيف، خلاص هنا في امان. اماني مفيش امان هنا وحاجه، بس احنا بنحاول نعمل اللي احنا عايزينه. مشوا بسرعه من الهانتنج لودج بعد ما ادوا جوزيف التعليمات. اول ما خرج يا شباب راح سابت النادي على راسندل، ماشيين بالحصان رايحين على المحطه. وبدا السنه الثالثه تلهم يقول له everything about the king's life، كل حاجه عن حياه الملك يعرفها يقولها له، to help him عشان يساعده to act، يمثل دور مين؟ دور الملك. The king's man. تعالى يا ابني his life، حياته likes، حياته بحبها، weakness نقط ضعفه، servants الخدم، relatives اقاربه، اي حاجه ينفع تتقال يا سنه ثالثه عن the king to help him، يساعده to act like the king. شوف دور سبت ماشي ازاي معانا من اول ما حط الخطه، من اول ما بدا يقول لي راسندل عن ذا كينجز لايف، حياه الملك، وقال له خلي بالك اي ويل بي اولويز لايك نيكست تو يو، دايما جنبك كل خطوه معاك انا اللي هقول لك وات تو دو تعمل ايه. هوقف حضرتك هنا عشان نشوق الطلبه ينتظروا حضرتك على الصفحه وعلى اليوتيوب. اتفضل ارتاح. ماشي يا فندم. نوقفهم عند سبت بقى اللي عمال يخطط. طبعا زي ما شايفين القصه كل مدى بتصير يعني بتنزل الاثاره بتاعتها اكتر. تمام. لان هي ادفنشر نوفل، قصه مغامرات. موضوع ان الكينج الملك ويز بويزن ديسمم، وهل رودولف لما يروح مكانه الكابيتال العاصمه هل ده هينجح فعلا ان هو يضحك على الناس والناس ما يعني تصدقش، ولا ممكن يكتشفوا الحقيقه؟ ده اللي احنا ممكن نعرفه في جزء تاني ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك شرح جميل وعشنا معاك الحدث مخلينا نتوافق معاك. اتفضل يا مستر احمد. هو حلقه من الحلقات الشيقه جدا بالنسبه لشابتر 2 مع مستر محمد الديب، استكمالا لشابتر 1 اللي شرحه مستر خالد عطيه، ومع تشويق مستمر ان شاء الله في الحلقات القادمه. تشرفنا بحضرتك معانا. ثلاث دقائق قول لي كل الشابتر في ثلاث دقائق. احنا شباب زي ما عرفنا ان الشابتر 2 ممكن نلخصه ان رودولف راسندل ميت ذا كينج، قابل الملك ان ذا فورست في الغابه. The king invited him، عزمه على دينر عشاء. هناك حصل موقف ان جوزيف بروت كيك، جاب كيكه من مايكل واكتشفنا ان هي بويزن سامه. بعد كده طبعا ما كانش في حل لغير السبت، قالوا ان هو ممكن رودولف راسندل ريبليس ذا كينج، يحل محل الملك ان ذا كورنيش. هيبدا يروح معاه العاصمه ونبدا نعرف بقى الاحداث لما يبدا يقوم بدور الملك في التشابتر 3 ان شاء الله. لكن سبت كان ليه دور مهم جدا. هو طبعا جداً اساس جداً في الفكره، في اقتراح الفكره نفسها. هو طبعا سبت وكيفيه تنفيذها. اه في طبعا لازم مقارنه بين شخصيه سبت وفريدز، ده وايز حكيم شويه، ده متهور، ده يعني لازم الكلام ده كله. سبت جود بلانر، عامل حساب كل حاجه، مش هنعمل شانس للي جاي. احنا عايزين في اللي احنا فيه ثلاث اسئله او اهم ثلاث اسئله في الجزئيه دي. طبعا الاسئله الكريتيكال كلها معتمده ان الطالب يفهم احداث القصه. في عندنا مثلا سؤال مهم جدا بيجي بيقول مثلا اف يو وير راسندل، هل لو انت راسندل وود يو اكسبت، هل كنت تقبل ذا كينجز انفيتيشن تو دينر؟ طبعا الطالب بمزاجه يقول يس او نو، بس طبعا لازم يدينا اجابه مقنعه. تمام. ده سؤال مهم. في عندنا سؤال تاني اللي هو طبعا why didn't the king realize his brother's bad actions، ليه الملك ما ادركش افعال اخوه الشريره؟ وده ما قلنا شباب ممكن تجاوب ان هو طبعا trusted him، بيثق فيه، او هو مايكل was very clever، ماهر جدا في خطته. في سؤال فيه ذكاء جدا من الاسئله اللي طبعا الطلبه الشاطره جدا هي تحب تعرف تحلها، اللي هو السؤال why did Michael send the cake with يوهان، ليه بعت الكيكه عشان يا جماعه مع جوزيف نوت يوهانز مزر، ليه اختار جوزيف اللي يبعت الكيكه مش يوهانز مزر؟ فده عايز طالب ذكي جدا جدا. طب مستر ليه؟ طب ما كان ممكن بعتها مع الخادمه بتاعته، الخادم الشخصي بتاع. ما انت لو فكرت فيها يعني فيها فكر شويه. ممكن يكون يا جماعه هو في دماغه ان نو وان، ما حدش اكيوز هيم اور هيز مين اوف بويزنينج ذا كينج. ممكن تكون فكرته ان انا لما ابعت مع جوزيف خلاص انا ماليش دعوه، انا في العاصمه الواحد من رجالتك، انما لو بعتها مع يوهانز مزر حد يتهمه هو او رجاله. فالاسئله الكريتيكال دايما عايزه طالب يشغل دماغه، ما بقاش سؤال زي مباشر زي الاول اللجنه كلها كاتبه نفس الاجابه، لا بقى دلوقتي كل ممكن تلاقي نفس السؤال ليه كذا اجابه وكلهم صح. لو اديته دليل صح لازم يكون صح، ولازم يكون الطالب فاهم القصه، بتعتمد على الفهم اكتر من الحفظ. في الاول في الشرح بتاعنا كنا دايما بنقعد نكرر كتير لغايه ما الطالب يحفظ القصه وقاعد. لا مش عايز منك حفظ دلوقتي، انا عايزك تفهم الاحداث، ده تفكر في ايه، ده شخصيته عامله ازاي، عشان تعرف تجاوب بفهمك في الامتحان ان شاء الله. شفت يا مستر احمد هو بياكد برضه على الفهم، ان انا طبعا افهم يعني احضر حصصي واسمع. طبعا هو ده مهم جدا طبعا ان انا افهم الحاجات دي، مهمه جدا جدا. في سؤال كمان؟ سؤال كمان سؤال ما تستخسرش في ولادك حاجه.
والله في برضو عندنا أسئلة كتير. مثلا do you think, هل تعتقد أن the guards who will come from Michael, الحراسة اللي جاية من مايكل, will take the king to the coronation or do something else؟ هل الحراسة اللي جاية دي سنة تالتة من عند مايكل, هل هي كان فعلا هتاخد الملك للتتويج ولا كانت ممكن تعمل حاجة تانية؟ طبعا الطالب اللي فاهم القصة أكيد مش هتاخده التتويج, أكيد مايكل مش هيعمل الخطة دي كلها ويبعد هم يسموه هي خلاص بقى خلاص. بس هي دي ما احنا عايزينه بقى, الطالب يكون فاهم, مش عارف انت عشان فاهم القصة لا أكيد عمر ما مايكل هيبعت له حراسة تاخده للتتويج, ده هو أصلا عايز يمنعه من التتويج. فطبعا أكيد الحراسة دي كانت ممكن كيلهم أور كدنابهم, يا إما تخطفه يا إما تقتله, مش هيسيبوه كده. حاجة تانية, وات وود هابن, إيه اللي هيحدث؟ برضه في الأسئلة اللي الواحد بيحبها جدا, وات دو يو ثينك, رأيك, ما هو ده يا جماعة وات دو يو ثينك ده اللي يهمنا دلوقتي النظام الجديد. وات دو يو ثينك بيبول إن ذا كابيتال وود ثينك إف ذا كينج ديد انتقام؟ لو هم قالوا لهم الملك تعبان النهاردة مش جاي, الناس كانت ممكن تقول إيه؟ يعني انت في دماغك لو انت شعبي ومستنين التتويج ومستنين دول, ويجي يوم ده يقول لك خلاص الملك مش جاي, غضب, احس ان هو مهمل, في انجل هيبقوا زعلانين. واكيد يا جماعه ويل ثينك هيعتقدوا ان ذا كينج didnt care about them, ده مش معبرنا بقى ومش فارق, وهو اصلا شخصيته قبل كده هم مدين منه. فالاسئله الكريتيكال زي ما قلنا مفيش سؤال ليه اجابه ثابته, ومحدش بيجاوب غير الطالب الفاهم, ودي حته مهمه جدا لازم ناكد عليها, وبالتالي ان دي خطوة كويسة ان انا بدل ما احفظ. بشكرك جدا جدا جدا, قصة وتحليل للقصة للمدرس وللطالب والولي الامر ولاي حد عايز يفهم انجليش, مع تحياتي وتحيات اسرة مدرس على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.